باش يعرفوا الناس كاملين يعرفوا المشكل ديالنا منين بدا، بدا من 2016. هذا المشكل بدا في 2016 من تفوتات الشركه. تفوتات الشركه لواحد السيد جا كان مدير ديالها، من بعد ولات تغلقات الشركه. 9 شهور حنا كنعانيو، 9 شهور حنا كنناضلوا في الشارع. تدخلت السلطات، تدخلت جماعه مكناس بواحد الدعم اللي هو مهم، جهات فاس مكناس دخلت بواحد الدعم مالي اللي هو مهم، بالمجهودات تاع عامل عماله انذاك. في 2017 فتحت الشركه، فتحت الشركه استعملنا العمل على اساس الشركه غادي تستمر. من بعد استعملنا العمل، التغطيه الصحيه ما كتاداش، صندوق الوطني للتنميه الاجتماعي المستحقات ديالنا الاقتطاعات من الاجور ديالنا ما كتاداش. حنا استمرينا في ذاك في العمل على اساس ان غادي تسوى الوضعيه، كيكونوا محاضر مع السيد المدير تيقول بانه انا غادي نسوي الوضعيه على اساس هذا الشهر الاخر، يعني ما كاينش المشكل كيزاد وكيتفاقم. الشركه بدات تغرق في الديون، وصلت اننا ما كناش كنتاديو الاجور ديالنا، ما كنتاداوش الاجور ديالنا في الوقت ديالها. مع ذلك كنا كنصبروا، كنقولوا على الله وعسى، كان الاجور ديالنا كتادى لنا في نهار 10 ايام في الشهر اللي كيدخل او 15 يوم وبالاقساط. وصلنا كناخذوا الاجور ديالنا بالاقساط. استمرت على ذاك الاساس، على ذاك الحاله الشركه غرقت بالديون. من بعد توقفت الاجور ديالنا، من شهر 10 توقفت الاجور ديالنا، شهر 10 وشهر 11 ما تخلصنا شيء، وقفنا حتى جينا. خدمنا شهر 10 وشهر 11 ما كنتخلصوش. في الاول كنا كنتخلصوا معطلين، ومع ذلك صبرنا. واخا الضمان الاجتماعي ما كيتخلصش، ومن الاقتطاعات ديالنا من الاجور ديالنا ما كتخلصش الضمان الاجتماعي، ولكن ما كانش كيأديها السيد المدير، ما كيأديهاش للصناديق ديالها. كتفاقم الامور، كانت تتفاقم، الشركه كتغرق في الديون. شهر 10 وشهر 11 ما تخلصناش، احتجينا. ما احتجينا تغلقات الشركه. اليوم حنايا من شهر 10 من شهر 11 حنا كنناضلوا ليومنا هذا. كاين وعود، كتكون هذاك السيد كيسني المحاضر فوق التخشمات، عيطات له العماله، عيطوا له المسؤولين العماله، كيوقع محضر كل مره، كيجيب محضر جديد كل مره، كيجيب مقترح جديد. يعني في الاول كان محضر على اساس اننا غادي تادانا الاجور ديالنا ب 100% واننا غادي نستانفوا العمل. يعني فاش ولا كان الجواب من الناس اللي مسؤولين ممثلين العمال، ولا كيجي كيغيب واحد المده اللي هي طويله، بقاو كتسنى السلطه، بعد كيجي كيقول انا ما عنديش، عندي 50% من الاجر. مع ذلك قبلنا ب 50% من الاجر. ملي قالوا له اودي مرحبا، جا عاوتاني بمحضر جديد، اودي انا باش نادي ال 50% عندي شرط، خصكم نخرج الخدمه اللي كاينه لداخل في وسط الشركه. هذيك الخدمه اللي كاينه في وسط الشركه هي اللي بقات في وسط الشركه، الخدمه كاينه لداخل الشركه، ولكن هو بغى يخرجها من المغرب في مره. هذيك الخدمه مازال ما تخدمهاش بالكل. اساس يقول هو غادي يردها لمواليها، هذيك الخدمه هي اللي بقات تما، هو تيوعد على ان الشركه غتستمر. الشركه غتستمر باش، هذيك الخدمه هي اللي كاينه داخل الشركه. حنا اقترحنا عليه، كان المسؤولين اقترحوا عليه، قالوا له ودي جيب خدمه، خرج الخدمه، راه ما يمكنش لك تقول غادي تستمر، وانت باغي تخوي الشركه وغادي تستمر، بمن غادي تستمر؟ ومع ذلك راه غادي يدي غير 50% من الاجر ديال شهر 10، وغادي يبقى الاجر ديال شهر 10 نصفي، وغادي يبقى شهر 11، غادي يبقى معلق. شكون اللي غيضمنوا؟ كايناش ضمانات اللي كتضمن هذا السيد. حنا ما تنقولوش غير هذا السيد، غير النيه ديالو، راه النيه كتبان، يعني هو عنده داك الشيء، كل هالامور ولات واضحه. الشركه يوميا تيجيو مفوضين من المحكمه على اساس ان عندها ديون، غرقها بالديون باش يكمل لها ويمشي بحالاته. حنا هما الضحيه، حنا هما الضحيه الاولين والاخرين. كما كتشوف هذا الكم الهائل تاع الناس، كتشوف 500 تاع البشر وموراهم اسر، كل اسره هنايا، كل واحد شحال كيجر في الاسره ديالو. حنا اليوم كنا كنقولوا المراه كتعاون الرجل، راه حنا كنعرفوا بان المراه ولات هي الاساس ديال الاسره، ولات هي الاساس نتاع الاسره ديال وليداتها. هي المراه هذه اللي اليوم هنايا مهمله، اللي كيقولوا لها هنايا شنو كيقولوا لها؟ سيري تسعاي، فين غتمشي تسعى؟ هاد الناس هادو فين غيمشيو يسعاو؟ هاد حنا بغينا حقنا، ما بغيناش نساو، حنا بغينا الحقوق ديالنا وما غتنازلوش على الحقوق ديالنا. حنا بغاو السيد كان كيقول حلول ترقيعيه، حنا قبلنا بها، حنا ما بغيناش هاد الحلول الترقيعيه.
حنا بغينا الشركه تستمر ولكن بالحقوق ديالها، يعني كنقول لك غندي لك نصف في الاجر ديالك، ولكن ما غنسول لك لا تغطيه صحيه ولا حقوق ديالك ديال الضمان الاجتماعي. حنا توقفت لنا الامور ديالنا كامل، حنا كنا كنشتغلوا وهذا والدوسه ديالنا في التغطيه الصحيه كيحبسوهم لنا، يعني ما بقيناش كنستافدوا من التغطيه الصحيه. حنا اليوم الا كان في المغرب حنا كنعرفوا الطبيب وما ادراك ما الطبيب في المغرب، فاش غادي نتحرموا عندنا الناس اللي عندهم سرطان، الناس اللي كيديروا التصفيات ديال الكلي، الناس اللي عندهم امراض القلب، الناس اللي واقفين على عمليات وها هما الان كيتسناو كيعانيو في الوقت اللي الانسان خدم، كاين اللي خدم ما بين 40 سنه حتى 24 سنه هو كيأدي. ملي كانت تامين خاص وحنا كان كاينين الاقتطاعات، وملي كانت التغطيه الصحيه ديال الدوله وحنا كاين اقتطاعات، واليوم كنلقاو راسنا مجبرين اننا نمشيو. فين غنمشيو؟ نمشيو حتى للمستشفى ديال المستشفى الحكومي. راكم عارفين شنو كاين في المستشفى العمومي ديال الدوله. ما كاينش طبيب، ما كاينش، فين ما مشيتي كيخصك فلوس. واليوم هنايا حتى الاجور ديالنا محبوسه، والحياه ديالنا توقفات. الناس عندهم اسر ديالهم، راه ما يمكنلهمش يخويو مكناس، ممكن ناس مقتول وزادوا هاد الناس هادو قتلوه. اليوم كما كتشوفوا راه جنازه، بالفعل جنازه الحقوق المكتسبات ديالنا، جنازه على العدل اللي ما بقاش في هذه المدينه. هذه المدينه تقتل فيها العدل، تقتل فيها الحق. مدونه الشغل شكون اللي كيتحكم فيها؟ كيتحكموا فيها ارباب العمل، هما اللي كيتحكموا في مدونه الشغل. راه الا بغاو هما شي حاجه كتكون، ولا ما بغاوش شي حاجه ما كتكونش. ما لقيناش الحل، ما لقيناش اللي ينصفنا. هاد الناس هادو تيحميو ارباب العمل، ارباب العمل تيحميوهم، تيفتحوا لهم الايادي ديالهم، تيتصنتوا لهم. اما حنايا هادو، حنايا ما كاينش اللي كيتصنت لنا. حنا حنا شي جوتي، حنا لجنه ديال المصالحه. حنا مصالحه مع من؟ مع من حنا كنتصالحوا؟ مع غول. وهاد المصالحه كيفاش هي؟ المصالحه الا ما كانش على اسس ما كاينه مصالحه. الا كان كاين شي حقوق، كاين شي خدمه، كاين شي نيه ديال الخدمه، كاين الشريحه اللي غتسحب حقوقها. حنا اليوم حنا كنكونوا هنايا وكل مره جاي استدعاء من المحكمه، كل مره جاي حجز من المحكمه. كيفاش هاد الشركه غادي تفتح الابواب ديالها؟ ما فهمناش حنا كيفاش هاد الشركه اللي كيقول لك باغي يفتح الابواب ديالها يخلصنا بعدا في الاجور ديالنا ويفتح الابواب ديال الشركه ويخرج اللي بغى. حنا ما غنحبسوهش يشري، ولكن يدي لنا الاجور ديالنا، مرحبا به، يحل الشركه وندخلوا حنايا، هو يخرج اللي بغى ويجيب لنا الخدمه اللي بغى. ولكن شكون اللي غيضمن هذا السيد؟ شكون اللي غيضمنه؟ هو ما ضامنش حتى راسه. هو تيقول لك غادي نخلص، غادي ندي لك نصف الاجر ديالك، ولكن عطيوني داك الشيء اللي لداخل غادي نخرجه. خصني نخرج داك الشيء اللي لداخل باش غادي نشتغلوا حنايا. الا خرج داك الشيء اللي لداخل باش غادي ندخلوا في عوض ما نكونوا جالسين هنايا، غادي نجلسوا لداخل ويتسمى هو باللي حل المشكله ديالو وسالاه هو مع الناس وحل المشكله. ولكن لداخل ما كيشوفنا حتى شي حد. شكون اللي غيشوفنا لداخل من الشركه غتفتح والعمال كيدخلوا لداخل؟ شكون اللي غيشوفهم؟ الشركه البيبان ديالها مسدودين، الله اعلم شنو كاين مسدود تما. حنا كنعانيو مع هاد الناس هادو. هاد ارباب العمل طغاو في هاد المدينه هادي، وطغاو في هاد البلاد هادي، وفي هاد المدينه بالخصوص. مكناس مقتول وتيجيو يتناوبوا على القتل ديالو، مكناس مقتول هذه السنين بكل بما تحكم له المكالمه من معنى، وكيجيو هاد ارباب العمل هادو كيزيدوا يكملوا عليه وكيتحالفوا مع بعضياتهم هما. حنا من شهر 11 حنا هنا، ولكن من المبيت من شهر 11 حنا كنديروا المبيت بالتناوب. حنا ملي جا شكون اللي خلانا حنايا نباتوا هنايا في هذه الشركه؟ هو كان جا هذا السيد هذا، حنا خدامين جايب كاميونات كيخرجوا في 12 نتاع الليل، 12 ديال الليل خارج من الباب اللور كيخرج الخدمه اللي كاينه. ملي تفاجئنا به حنايا وتخبرنا وجينا لهنايا، السيد مشى بحالاته. ولينا حنا كنباتوا لاننا كنحضيو الخدمه باش ما تخرجش الشاي. حنا اولى بديك الخدمه اللي باغي يخرج هو لبلاصه اخرى، حنا اولى بها. اخر ما كاين عنده قلنا له التزم بالمحضر، المحضر اخر محضر فيه 50% من الاجور ديالنا، ياك اخر محضر هو هذا. حنا قلنا له التزمنا غير بالمحضر، حنا قلنا له ودي اجي خلص لنا 50% وحنا غادي نصبروا على اساس تفتح الشركه. ليومنا هذا ما كاينش جواب، مع العلم انه هو مول هذا المقترح، هذا هو اللي جاب هذا المقترح، تيقول انا عندي 50% من الاجر ديال شهر 10 وغادي تسناو فاش غادي تدخلوا تشتغلوا، من بعد اسبوع غادي نكمل لكم شهر 10 والاسبوع اللي من بعده عاد غادي يمشي لشهر 11 وهكذا ودواليك. اش غنقول لك؟ يعني مشكل كبير. كاين الناس اللي جاهم حجز على المنازل ديالهم، على الاقساط نتاع الابناق، وما ادراك ما الاقساط ديال الابناق. الناس عندهم اللي يعني هما اللي الحوانت اللي كيسالوهم، يعني راه ما بقاوش كيبغيو يعطيوهم. يعني الناس اللي عندها شي اسره كتعاون معاها راه كتعاون، ولكن حتى دوك الناس اللي كيتعاونوا راه عندهم واحد الحد غادي يوقفوا. يعني كل واحد خصو حقه، كل واحد خصو الاجر ديالو. راه ما يمكنش غادي نبقاو هكايا. كاين جوج حوايج، كاين حاجه من جوج، يا اما التسويه ديال الوضعيه ديال الشركه وتفتح الشركه والاستمراريه، يا اما يسوي لنا الحقوق ديالنا، ولا بغى يغلق الشركه مرحبا، ولكن بالحقوق وبالقوانين، ما ينصه القانون. حنا ما غنخرجوش على القانون، ما ينصه القانون. بغى يغلق الشركه يغلقها بالقانون ديالها، حنا ما غنحيدوش من هنايا تيكون لنا الحقوق ديالنا. حنا نجلسوا عام عامين ما كاينش مشكل. حنا الا كانوا كيراهنوا على العياء ديالنا ما غاديش نعياو،
حنا غنديروها بالتناوب، حنا كنتناوبوا بعد اليومين هذا حنا كنتناوبوا، غادي يكون التناوب ديالنا وما غاديش نعيا، اللي كيراهن على العياء راه ما غاديش نعيا، راه الناس كاينين بوليداتهم راه غادي يجيبوا وليداتهم غادي يجيو لهنايا، راه الشركه كبيره عندنا فين نجلسوا، ولكن الشارع ما غنخويوش، حنا المبيت غيكون لداخل الشارع ما غنخويوش، ربما يكون البيت حتى فين ما كان، حنا المهم صاحب الاصل، صاحب الاصل هو راه عارف شكون صاحب الاصل، ما غنتفقوش معاه، هذا المدير اللي داروا هنايا باش يكمل ديك المسرحيه اللي تبدات هو المسؤول على هذا الشيء اللي وصلنا له ديال السنين هذا، ولكن صاحب الاصل الا بقات تسد الشركه صاحب الاصل هو اللي كان سالو حقنا خصو يعطيه لينا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.